في قريتنا كثير من المساجد، فإذا حان وقت الصلاة ارتفعت الأصوات بالأذان، ولكن ألاحظ أن بينهم دقائق مختلفة في التوقيت. هل يجوز أن أصلي عند سماع الأذان الأول أم أنتظر حتى ينتهي المؤذنون كلهم جزاكم الله خيرا؟ لا بأس أن تصلي عند سماع الأذان الأول ولها أن تنتظر، الأمر في هذا واسع، لأن المؤذن الأول إذا كان يؤذن على التوقيت فإنه حينئذ يبدأ وقت أداء الصلاة. إن صلت في أول الوقت أو تأخرت إلى زمن يسير فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا.